ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. معناتها هلأ صرت أبو طالب عن حقه حقيقي. بس بعدي اسمه هالرب ما طعمنا غير هالبنت. البنات صايرين عم يغاروا من أختهم وش السعد، وأنا خافي هالشي يأثر على محبتهم لبعضهم البعض. شو هالحكي؟ الله وكيلك. لا لا ما بيجوز. وحياة من زرع هي بمطرح يا أمو، ما رح يهدى لي بال لحتى أعتر على غريمه لأبي وأخذ حقي منه. يعني شو رأيك نفرط هالضوء ونحط كل حبة بسلسلة ونعلقها برقبة كل بنت، وهيك منفرحهم كلهم مع بعضهم البعض؟ لا يا واطي، لا لا هذا على حلم الشهيد بالبيت. بدي اياكم تحلفوا لي على المصحف الشريف على كل كلمة حكيتوها عن أبو طالب الأنواتي. شرفوا سيدي، قلت لكم خلوني أحط الحد عليه وأخلص منه، ما رضيتوا. هي هرب عملت الوسخة. بدك تروحي عند أبوك يا عمو؟ إيه بدي. تعي لأختك لعنده، تعي. انت شو؟ ماني منيح يا جناب الحاكم، الارض مزنره حواليك بالنار والبارود، واي تصرف طايش حيكون ثمنه حياتك. عم تفهم؟ انا عقول يا اخوان، تسليم نفرين ثلاثه للفرنساويه ممكن ينجي الحاره واهلها من بطش الفرنساويه. لا يا معين افندي، ما حبيتها منك بنو. ممكن تسلم اخوك شقيقك اللي من لحمك ودمك للموت للهلاك. انا بقول يا اخوان، واحد ابضاي مثل حمزه ما بصير يتفرط فيه، لأنه خير من ولدة الشام. الأمور مكركبة كثير بالحارة، الفرنساوي صار ضايب كثير من رجال وشباب الحارة، ونحن مستطيعين عنا لا بشك ولا أمني. لك شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم بقلك، وهذا ثالث يوم من الحصار وشبابنا مو ضايقين النوم. الفزعة يا أهل العدي، اتسكرت المعابر وداء الحال، والعدو مسمو جبار. ولدكم حمزة أبو العباس. صعب علي فراقكن يا بوبو العين، وإذا ما فرقتكن أصحاب وأصحاب. بس لازم تعرف كتير منيح، لا أنت ولا ألف واحد مثلك في فك الحصار إلا بشرط واحد، تسليب الفاعل أو المجموعة اللي حاولوا يعتدوا على الحاكم العسكري. لكن قدامك هيك بتروحي وبتتركي وحيدك يا أبي؟ يا أبي مريم وصالحة، يا بوبو عيوني وشعر شواربي. السجن الرجال. بوس إيدك يا عمي، لا تتركني لحالي. بوس إيدك. شو عم تحكي لك عمي؟ لك أنت شعر شواربي، شعر شواربي، عم تفهمي؟ يا أبي أنا مريم يا أبي. مريم. لا يا أبي، يا أبي لا. طمني عمي، إن شاء الله ما تكون محكوميتك كبيرة. مو كتير بس مؤبد. كتر خيرك جناب الكولونيل، لأنك جبت حكم المؤبد لإلي. أبوكي هو اللي جاب الحكم لحاله. دير بالك على حالك يا عمي. ماني مصدقة عيوني يا أبي،
ما ننسى تعليمي مش عرفتك اشتقت لك كتير. J'ai vu ce collier au cou de deux filles, Mariam et Salha. Mariam ou Salha? Aoui, aoui, أثرت عليك الليالي. الله يقدم اللي فيه الخير. فتحت الجلسة. نظرا لمكانة المدعو أبو طالب في نفوذ أهالي دمشق الكرام، ونظرا للملابسات التي تداعت إثر اعتقاله وخلال فترة اعتقاله وما بعدها، ونظرا للظروف التي آلت إليها البلاد بالآونة الأخيرة من فوضى وشغب ومظاهرات، ورغبة من رجال الحكومة الوطنية السورية، ونظراً لمطالبة وإلحاح الجماهير الدمشقية بإعادة محاكمة المدعو أبو طالب، قررت القيادة العسكرية الفرنسية النزول عند رغبة جماهير دمشق لإعادة الثقة والتواصل بين الطرفين. يا جناب القاضي،
مثل ما الموجوع مصيره ينكوي بالنار ليزيح الألم، ومثل ما المجروح مصيره يرمي بالزيت على الجرح حتى يندمل، ومثل ما الابن البار واجبه يحمل أبويه وقت الكبر حتى يرد بعض الجميل، ومثل ما الحر النبيل ما بيقبل يا سيادة القاضي إلا بعيشة النشامة، أنا كمان من حقي أنزع الوجع عن بلادي بالطريقة اللي بشوفها مناسبة. أنا أبو طالب الأنواتي يا جناب القاضي، ما بقبل حدا ينزع فرحة أولادنا ويدوس على مباسم أطفالنا، عيب. لو قطع وصالي قطع يا جناب القاضي، ما بقبل حدا يعلمني ويعطيني دروس بالأخلاق والقيم. جناب القاضي، رجع للتاريخ شوي بتلاقي نحن كمان وزعنا العلم، وزعنا السلام، وزعنا الأخلاق على كل الأمم والبلدان. أنت بترضى يا جناب القاضي الفرنساوية يحاربوا الألمان لما احتلوا بلادهم، ونحن ممنوع علينا أنه نحاربهم فوق تراب بلادنا؟ أنا ما بقبل إلا الحق، ولا بكون عاق لبلدي ولا شامي ولا أمتي ولا ناسي. الشام بخرة عرب نجموا بياديهم وسيوف رجالنا تلمع بياديهم. ما حدا بيخالفك الرأي يا أبو طالب، بس كمان كلياتنا منعرف انه فرنسا دخلت هالبلاد لحتى تديرها وتنظمها من الفوضى العارمة اللي سببها خروج الأتراك. أنه تنظيم يا جناب القاضي؟ التنظيم والإدارة ما بيتيحوا للمحتل انه يدمر ويحبس ويقتل. تنظيم والإدارة بيصيروا بالتفاهم، مو بالعسكر والدبابات والمصفحات والطيران. اللي صار من الفرنساوي يا جناب القاضي اسمه احتلال وما له أي اسم تاني، وأنا ما بقبل حدا يحتل بلدي وقعد متفرش. ولا تربيت على هالشيء، ولا حدا من رجالنا تربى على هالشيء، ولا ما كانوا الفرنساوية سموا دخول الألمان لبلاد الاحتلال، ولا كانوا جبهون يا جناب القاضي. وين عظمة أمي بتحلل وبتحرر لحالها وعلى كيفها وحسب مصالحها؟ عيب. كم أرملة وكم عطيل وكم يتيم وكم أسير وكم شهيد خلف التنظيم والإدارة اللي حكيت جنابك عنه. بس في حكومة سورية عم تطالب وتفاوض باسمكم يا جناب القاضي. اللي يجوا من فرنسا بآلاف العساكر والمصفحات والدبابات ليدمروا هالبلد، هدول مو جايين يفاوضوا. كان الأجدر أنه يتركوا سلاحهم وعساكرهم هنيك ويجي يفاوضونا وهن عزل، هي لو كانوا سادين. بس هن مو سادين بنوب يا جناب القاضي، وما راح أقول عم يكسبوا، بدي أقول نواياهم مسليمة. ودليل المفاوضات اللي مع السياسيين وصل عشرات السنين، والنتيجة شو؟ ولا شيء يا جناب القاضي. السلاح بده مقابله سلاح، وغير هيك مضيعة للوقت. شو رأيك بكلام أبو طالب يا حضرة الكولونيل؟ حضرة القاضي، اسمح لي كون بمكان المدافع عن المتهم نور الدين الأنواتي. أنا بعترف بالأخطاء اللي حصلت بدخولنا للشام وحولت الانتداب لاحتلال، وهي الأخطاء اللي خلت نور الدين الأنواتي وأمثاله يوقفوا بوجه فرنسا. وأنا بأكد لك هي الأخطاء ممكن تتصلح، ممكن نصير شعبين حليفين. أنت مدرك شو عم تقول يا حضرة الكولونيل؟ تماماً يا حضرة القاضي. أنا كل شي عم أقوله هو نابع من ضميري ومن أخلاقي وإيماني إنه الأمم والشعوب ما بتلتقي بالحروب، تلتقي بفهم بعضها، وإلا رح نخسر هاي الأرض اللي نحن فيها، وبعدها رح نكون على كل شيء نادمين. شكراً. هدوء! هدوء! حضرة الكولونيل، أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك على كل شيء عملته معي.
ما في داعي تشكريني، أنا عملت بضميري وبأخلاقي. فيني أعرف مع مين عم تحكي يا حضرة القاضي؟ وبيهمك تعرف يا حضرة الكولونيل؟ طبعا. صراحة حابب أخذ رأي فخامة الحاكم العسكري قبل ما أنطق بالحكم. وأنا بأكد لحضرتك أنه أنا متفق تماما مع فخامة الحاكم العسكري. وحضرتك وضحت له أنك رح تصير محامي دفاع عن المتهم؟ طالما أنا بمكانة المدعي فمن حقي برر حالة المتهم يلي حاول يعتدي علي. أنا مستغرب يا حضرة الكولونيل، في واحد حاول يقتلك وعامد متعمد وبعدين بتصير محامي دفاع عنه؟ بس أنا لساعتني عايش، ما متت. بكل الأحوال يا حضرة الكولونيل لازم اتصل بفخامة الحاكم العسكري وأخذ رأيه قبل ما أنطق بالحكم. شرف، اتصل. جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا عباس. ولا الله احترامي فخامة الحاكم. نعم سيدي، معكم قاضي المحكمة. نعم سيدي، بس حبيت أخذ رأي فخامتكم قبل ما أنطق بالحكم بقضية نور الدين القنواتي الملقب بأبو طالب. نعم سيدي، الكولونيل فرانس ليكو موجود جنبي. لا عفوا سيدي، يعني حضرتكم اتفقتوا مع الكولونيل على قرارات وسير المحكمة؟ مثل ما بتأمروا سيدي، مثل ما بتأمروا. مع السلامة. مع السلامة سيدي. شو كان جوابه؟ حضرة القاضي، لآخر مرة بقول لك كل الكلام اللي عم تتفضل فيه منتهي، الأوامر صدرت. بس أنا خايف إنه تصير المحكمة ملاذ للمجرمين والمتمردين، مشان هيك أنا عم فكر إنه الأوامر صدرت وما في مجال للتفكير. تفضل وانطق بحكمك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.